الخواجة الست الخواجة اللي قاعدة قدام حضرتك اللي هي مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بدور مصر القوي والصامد. ده واحد. اتنين، تشيد بالدور المصري في حل هذا الوضع الرهيب على حد منطقها. يعني لا مصر دورها ضعيف ولا مصر دورها هامشي ولا جانبي ولا مصر دورها رئيسي. ده كلام الست دي مديرة صندوق النقد الدولي. حلو، هتيجي تقولي طب والجانب الاقتصادي يا يوسف، اقول لك اصبر، ما الست كملت كلام قالت ولم تكن مصر لتستطيع ان تقوم بذلك لولا اقتصادها القوي. تعرف يعني ايه كلمه لولا اقتصادها القوي؟ هي عقبت او كملت كلامها بعد كده وقالت انه مصر قامت بالكثير من الاصلاحات الاقتصاديه اللي من شانها انها تعظم الدور المصري. ده الكلام اللي قالته واللي حضرتك سمعته واللي شفت الترجمه بتاعته قدامك على الشاشه، ما عنديش مشكله اسمعه لك تاني واوريه لك مره واثنين وثلاثه وعشر. دي مديره صندوق النقد الدولي. طيب يعني ايه اقتصادها القوي؟ ما دي كلمه مهمه جدا. الاقتصاد القوي معناه إن الوضع مش أسود. واحدة بتقول إن مصر اقتصادها قوي، لم تكن مصر لتستطيع أن تلعب هذا الدور، لأن قالت لك مصر دولة قوية مستقرة صامدة في ظل هذا الوضع الرهيب، مصر محاطة بأحداث وبوضع غير جيد على حدودها كلها، ده كلامها، وذكرت حتى الوضع الموجود في حاليا في السودان، ده كلامها. وانه مصر بتلعب دور مهم جدا في حل هذه الاوضاع، وانه لم تكن لتقوم بهذا الدور لولا الاقتصاد القوي. الاقتصاد القوي معناه انه الوضع مش اسود ولا حاجه، ولا ان اللي جاي اسود منه، ولا ان اللي فات حماده واللي جاي حماده، لا. كلمه اقتصاد قوي عكس كل الكلام ده. هتيجي تقول لي بس يا يوسف سعر العمله، بس يا يوسف سعر بتاع، اجي اقول لك انا والله 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 مضاربات وشائعات طول الوقت تؤدي إلى اشتعال الأسواق. شوف يا باشا، جماعة بتوع البورصة عارفين جملة لطيفة كده، يقول لك اشتري على الإشاعة بيع على الخبر. اضرب إشاعة زي ما يطلع، أنت عايز تضرب الإشاعة يقول لك مثلا إيه، السهم ده طاير في السماء، السهم ده واقع. السهم واقع، إشاعة، الناس هتبيع، السهم يفضل يقع طول الوقت، في واحد تاني قاعد مستفيد يروح جاي يشتري السهم على رخيص. السهم طالع في السماء، الناس تجري بسرعة تروح تشتري، إيه اللي يحصل؟ في واحد قاعد عمال سعيد جدا لأنه عنده أسهم كتير في الشركة الفلانية في المجموعة العلانية، فهو مستفيد جدا من زيادات الأسعار بتاعت السهم، السهم يوصل للبيك بتاعه، يبدأ هو يروح بايع، تلاقي السهم راح واقع مرة تانية، أو يبدأ ينزل وبعدين يستقر على رقم. مين اللي استفاد؟ الشخص اللي أطلق الإشاعة. الشخص اللي أطلق الإشاعة، أو الأشخاص، أو المجموعة، أو المنتفعين. في النهاية هناك ناس تنتفع من وراء إطلاق هذه الشائعات. فيجي يقول لك الدولار عمال بيزيد، مين اللي بيستفيد من ده على طول؟ تجار العملة والسوق السوداء. مين اللي بيستفيد من ده؟ أي تاجر ما عندوش ضمير عاوز يرفع الأسعار بتاعت أي سلعة في إيده، من أول حاجة بتاكلها لحد العربية لحد أجهزة منزلية لحد العقارات لحد كله، بس الدولار زاد. طيب حتى نفسر كلام مديرة صندوق النقد الدولي ونسقطه على الواقع الحالي، نرجع لمين؟ نرجع لخبراء الاقتصاد. خليني اخد معايا على التليفون خبير الاقتصادي البارز دكتور محمد شادي. اهلا بيك يا دكتور محمد. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيب انا يمكن كنت دلوقتي لسه حالا بتكلم على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، وكان في حوار اجرته عبر قناة سكاي نيوز، والست اتكلمت على الاقتصاد المصري وقوته واستقراره وصموده، وانه لولا هذا الاقتصاد ما كانت مصر استطاعت ان تلعب هذا الدور الكبير في المنطقة ولا في حل الأزمة الفلسطينية. بس ده هيخليني اسأل ايه مدى قوة الاقتصاد المصري؟ هل اللي جاي سواد؟ هل اللي جاي حمادة تاني؟ يعني معلش دي التعبيرات اللي الناس بتستخدمها يعني ايه في البيوت وعلى المقاهي وما فيما بينهم البعض، وهي تعبيرات غير اقتصادية، ولكن انت فاهمني يعني. انا بس قبل ما اجاوب عندي بس مخيوقين عاوز اوضحهم علشان نفهم يعني الكلام بتاع
من حوالي اسبوع واحد كان في تصريحات لمسؤول مصري، يعني هو رفيع المستوى، قال عدد كبير جدا من الاعلاميين انه ما فيش تعويم لا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. حصل. والكلام دوت اتعمم بشكل واسع جدا على عدد كبير جدا من القنوات، وكان الكلام قاطع تماما وانهى الجدل في هذا الملف على المستوى الرسمي، مالناش على المستوى الشعبي دلوقتي، على المستوى الرسمي الكلام انتهى تماما. الكلام دوت هو مربط الفرس في الخلاف ما بين مصر والصندوق. وبالتالي رد الصندوق على هذا الكلام المفروض كان يبقى عنيف للغايه، لانه الصندوق واحده من متطلباته لسرق الشرايح الجايه اللي متوقف عليها المراجعات دلوقتي هو نقطه تحرير كامل او مرن لسعر الصرف. حلو الكلام؟ حلو. هذا الكلام قيل وكل القنوات المصريه تناقلته، وبعدين جه بعده مقابله مدير صندوق النقد وقالت نصا الكلام اللي حضرتك بتقوله. جميل. احنا في انتظار مراجعه للصندوق. اخبار حضرتك ان احنا كنا في نفس البرنامج دوت، في نفس التليفون دوت، قلنا قبل كده انه صندوق النقد بيعاني ضغوط كبيره جدا، صندوق مش مصر. بيعاني ضغوط كبيره جدا دفعته دفعا لانه يعقد صفقات ضخمه جدا غير مسبوقه مع باكستان والارجنتين رغم ان ظروفها الاقتصاديه صعبه للغايه. الناس وقتها ما كانتش مصدقه الكلام دوت، وقالوا يعني قلنا ان احنا على وشك ان احنا نشوف صرف الشركتين المتاخرتين مع كمان زياده ل القرض بتاع الصندوق او البرنامج بتاع الصندوق. احنا دلوقتي مع الاشارات الجديده اللي صدرت من الصندوق باكد لحضرتك ان احنا اقرب ما يكون لهذا الوضع. صرف الشريحتين المتاخرتين بالاضافه الى رفع قيمه القرض وزيادته، لدرجه ان انا بكلم حضرتك دلوقتي احنا كنا حتى كده بنتكلم على مليار و6 من 10 مليار زياده، احنا بنتكلم دلوقتي على ان قيمه القرض هترتفع ل 6 مليار دولار بدل 3 مليار دولار. وبالتالي احنا قدام مرحله جديده. الكلام ده محصلته ايه؟ محصلته انه حاجتين، الحاجه الاولى ان اداره الصندوق اقتنعت لدرجه يعني كبيره للغايه بانه الاداره المصريه هي الاعرف والاوثق في معلوماتها والاصدق في قراراتها في مجال الاصلاح الاقتصادي، لانه الوضع الاجتماعي المصري الاعرف به هي الاداره المصريه. وزي ما حضرتك عارف الاداره المصريه انحازت تماما في النقطه اللي احنا موجودين فيها دي، لا للجانب الاجتماعي، للجانب الاجتماعي بعيد عن الجانب الاقتصادي، وهو قرار صحيح يرفع الوضع رغم الاقتصادي بحت. يعني اني ما زلت ارى انه التحرير هو الافضل للاقتصاد المصري على المستوى الاقتصادي، الا انه الوضع الكلي اللي بتشوفه الاداره واللي مفضله بناء عليه الجانب الاجتماعي على الجانب الاقتصادي في الوقت الحالي هو نفس الراي اللي اقتنعت بيه اداره الصندوق واشادت بيه النهارده، وقالت ان الاقتصاد المصري هيكمل في الطريق ده والاقتصاد المصري قوي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الصندوق ايقن بشكل لا يدع مجال للشك ان مصر حافظ على برنامج رغم الخطوات اللي اتعهدت، يعني مصر كانت متعهده. دكتور محمد الخط قطع، خليك معايا والنبي عشان الحته دي مهمه جدا، فارجوك اقف في حته فيها شبكه، انت بتقول كلام غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. هل كده بقى افضل؟ اه كده احسن. اه كده احسن. طيب الجزء اللي انا كنت بتكلم فيه والخط قطع فيه انه اداره الصندوق ايقنت تماما ان الاداره المصريه ملتزمه تماما ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بتاعها، وان هي مش هتتخلى عنه زي ما حصل كده من الادارات المصريه السابقه. لا، مصر ملتزمه تماما رغم في اتخاذ انا التاخر فرض عليها ان تشارك مش اجل الداخل، عكس كل المرات السابقه. كل المرات السابقه في حاجه الادارات القديمه كان اللي بيحصل ان الاداره المصريه بتتراضى عن برنامج الاصلاح اللي اتاخدت بيه او اللي اتعهدت بيه. المره دي هو العكس، مصر ملتزمه للغايه لكن بيئه الاقتصاد العالمي تتغير، وبالتالي مصر بتحاول تتكيف مع هذا الوضع. الصندوق في ضوء المتغيرات اللي قلت لحضرتك عليهم الاثنين، المتغير الثالث بقى أهم، ان البيئه الاقليميه المحيطه بمصر
قد اثر على مصر بشكل قوي جدا، لكن الاقتصاد المصري في ظل هذه البيئه ما زال واقف، ما زال بيحقق معدلات نمو فوق 5%، يعني بيجذب استثمار اجنبي مباشر ضخم السياح. زي تدفقات النفط الاجنبي كلها الخمسه كلهم بيزيدوا ما عدا تحولات المصريين في الخارج. ملتزم ببرنامج الانفاق على البنيه التحتيه، ما زال ملتزم ببرنامج الانفاق على الصحه، ما زال ملتزم ببرنامج الانفاق على التعليم. يعني البرامج قصيره الاجل وطويله الاجل اللي شغال فيها بينجز فيها بالكامل، وبالتالي الاداره بتاعت صندوق النقد الدولي اقتنعت تماما بوجهه النظر المصريه اللي كانت عندها خلاف معاه. وعلشان كده رغم اعلان المصدر المسؤول رفيع المستوى اللي صرح للقنوات المصريه كلها انه مفيش تعويل، مدير صندوق النقد انا بقول لحضرتك ان احنا هنشوف ان شاء الله قبل اخر الشهر دوت او يمكن قبل اخر الشهر الجاي بكتير جدا صرف للشريحتين وتعديل للاتفاق، لانه الاداره المصريه اثبتت ان هي القادره وان هي اعرف وان هي خطواتها كلها في تطوير المجد للاصلاح مش الاتجاه اللي دلوقتي يحقق اللي كان مطلوب من مصر يعني او اللي مصر التزمت بيه، لكن ياثر على قوه الاقتصاد المصري ان شاء الله. وبالتالي طيب يعني علشان قبل ما هخش في بالتالي، اذا بترى انه بنهاية الشهر ديسمبر بالكتير نهاية يناير هيتم صرف الشريحتين اللي كنا مستنيينهم زائد تعديل الاتفاق ليرتفع الرقم إلى ما يقترب من 6 مليار، صح كده؟ أعتقد كده وبشدة. إن أنا بقول لحضرتك إن إحنا على وشك إن إحنا يعني نشوف تعديل كامل لمدايات الصرف، واعتقد كمان ان احنا على وشك تعديل تام في البرنامج كله بما يفيد النهج المصري الحالي. وانا علشان كده بقول لحضرتك ان الاتجاهين واخديننا لبعض، بقول لحضرتك لسه حالا بالتالي ايه بقى؟ الاتجاهين واخديننا لبعض، المصدر المصري المسؤول رفيع المستوى اللي صرح بناء على معرفه باتجاه صندوق النقد الدولي. ومدير صندوق النقد اللي صرحت التصريحات دي صرحت بناء على معرفه باتجاه الاداره المصريه. علشان كده انا بقول لحضرتك ان احنا قدام اتفاق ينهي الجدل وينهي اختطاف السوق المصري واختطاف سعر الصرف المصري تحت تهديد التعويم القادم. المفروض دلوقتي السوق المصري كله بناء على هذا التواتر من الاخبار الجيده للغايه وهذا التاكيد الشديد من كل اطراف العمليه اللي بتدير الموضوع يبدا يستقر ويبدا يوقن تماما انه ما فيش تحرير جاي، وانه اذا كان ما فيش تحرير جاي او ما فيش تعويمه ثانيه جايه زي ما بيقولوا، ده معناه انه اللي هيحصل مش ان السعر الرسمي هيطلع لسعر السوق السوداء، اللي هيحصل هو العكس، ان سعر السوق السوداء هو اللي هينزل للسعر الرسمي. نبدا نفهم دوت، نبدا نتاكد ان ده هيحصل، لان احنا عندنا سعرين وفي نفس الوقت لازم السوق السوداء ينتهي. ايه اللي هيحصل حضرتك؟ حاجه من الاثنين لازم تحصل عشان السوق ينتهي، يا اما السعر الرسمي يطلع للسعر بتاع السوق السوداء، يا اما السوق السوداء تنزل للسعر الرسمي. احنا كده اخذنا تاكيدات ان السعر بتاع السوق السوداء مش هيطلع، يبقى ايه اصل السعر بتاع السعر الرسمي مش هيطلع، يبقى ايه اللي هيحصل؟ ايه؟ سعر السوق السوداء ينزل. هيبقى عندنا انخفاض لسعر السوق السوداء. انا بقول لحضرتك في ضوء هذا السياق، في ضوء السياق الكامل دوت والمتغيرات الكامله دي، انا اعتقد ان احنا هنبدا نشوف اتجاه للانخفاض في وقت قريب للغايه، لكن انا فعلا ما عنديش توقع، ما حدش قادر يتوقع في ظل عدم اليقين اللي محاوط الموضوع كله، لكن التواتر اللي حاصل ده بيقول ان احنا قدام انفراجه وشيكه لموضوع سعر الصرف دوت، يعني تكاد ان هي تقربنا يعني لدرجه كبيره جدا من السعرين لبعض، او تكاد تنهي المشكله على بعضها كلها ان شاء الله. طيب يعني الشيء بالشيء يذكر، انا من مارس اللي فات لحد ديسمبر ده اقدر ادعي ان انا قريت تقريبا كل التقارير اللي بتحلل سعر صرف الجنيه قدام الدولار الامريكي، وبتكلم هنا على تقارير زي تقارير سوسيتي جنرال، زي تقارير جي بي مورجان، زي تقارير سيتي جروب الى اخره. كل التقارير بتحلل انه السعر الفعلي، بس ده اللي انا محتاج افهمه منك وتشرحه لي، ان السعر الفعلي للجنيه قدام الدولار
هو بيلعب ما بين ال 24 ونص لحد 28 29، وهم كل التقارير بتقول انه السعر اللي موجود في السوق الموازية في الداخل المصري سعر غير حقيقي على الإطلاق، وإنما تلاعبات ومضاربات ليس إلا. صحيح. أنا محتاج أفهم بقى. اللي حضرتك بتتكلم عنه هو السعر العادل. السعر العادل للجنيه المصري. تبقى للأداء الاقتصادي. احنا عندنا، أنا بكلم حضرتك دلوقتي، مش عندنا سعرين صرف، احنا عندنا يعني مش سعرين للدولار، احنا عندنا 6 أسعار للدولار. ناس كتير جدا بتقيم، انا بقول لحضرتك اكتر من 6 كمان. احنا ناس بتقيم الدولار على سعر الذهب، وناس بتقيم الدولار على سعر سهم سي اي بي، وناس بتقيم الدولار على سعر الاس دي اس الاس دي سيز، وعدد كبير جدا من التقييمات. كل سوق من دول منفصل عن السوق الاخرى وما بيسمعش فيها، وبينه وبين السوق الثانيه فرق كبير جدا. لكن الاسواق دي كلها بتتصارع على عدد منخفض من الدولارات الموجود في السوق المصري، وده اللي عامل المشكله. ده معناه ايه؟ تخيل حضرتك كده دلوقتي، لو حضرتك تاجر ذهب، انت مستعد تدفع جنيهات كتير علشان تاخد الدولار، بحيث انه انت تكسب كتير في سوق الذهب. المشكله ان الدولارات قليله في السوق المصري. ايه اللي مقلل الدولارات؟ ان احنا كان عندنا خروج بشكل مكثف وكبير للغايه من الاموال الساخنه. في نفس الوقت ان احنا عندنا ارتفاع في اسعار الفايده. انا بقول لحضرتك هو من دلوقتي حالا ان احنا الشهر اللي فات بدانا نشوف عوده للاموال الساخنه للاقتصاد المصري. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا من اول السنه اللي جايه، انا النهارده لسه حالا قبل ما اكلم حضرتك كنت بقرا مقاله على بلومبرج بتقول ان احنا خلاص الفدرال الامريكي على وشك الاتجاه الى اول خفض اسعار الفايده في الاقتصاد الامريكي، وبالتالي الاتجاهين اللي كانوا مش مواتين هيبداوا يواتوا. وعلشان كده بقول لحضرتك عندنا سياق كامل من الاحداث بتقول ان احنا على وشك هذا الخفض. ايه اللي عامل الفرق في 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 الموضوع بشكل كبير جدا؟ اول حاجه نضرب الدولار المعروض في السوق المصري بشكل واضح، الدولار المعروض قليل، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا طلب كبير جدا من تجار كتير جدا على دولار مش موجود بيحققوا مكاسب بيه. ثالث حاجه بقى، والحاجه واللي حضرتك قلتها، هي المضاربات بشكل كبير جدا على سعر الدولار بسبب انخفاض المعروض منه. اذا توفر الدولار بشكل كبير عن طريق عوده الاموال الساخنه وعن طريق انخفاض اسعار الفايده، انا بقول لحضرتك ان احنا هنبدا نشوف فورا في ظل السياق اللي كنا بنتكلم فيه دوت، انخفاض لسعر دولار السوق السوداء ليصل الى سعر البنك بالتدريج. هايل جدا. انا بشكرك جدا 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 دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي.